بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة شارع سلمان الفارسي. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة العودة إن شاء الله للمدارس وبمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بخير. في مجموعة أقلام جات جديدة في تخفيضات العائلة بمناسبة المدارس يعني وكده، قلت أصورها لحضراتكم. او اي شيء يخش اي شيء يخص المدارس يعني وكده، الادوات المكتبيه. هنا حضراتكم القلمين دول ب5 ريال، فيهم كذا لون يعني، فيهم كذا لون، هما 2 بس فيهم كذا لون اهو. هنا الشكل ده دول 12 قلم ب5 ريال، 75 هلة، وبرده متعدد الالوان اهو 12 قلم. هنا الشكل ده حلو للاطفال ومشجع لهم يعني وكده، عليهم بطتين اهو، برده فيهم كذا لون. على كام؟ على 5 ريال. العلبة دي فيها ما شاء الله 36 قلم ب11 ريال ونص، قلم جاف او قلم حبر يعني، المجموعة كلها ب11 ريال ونص. ايه دول برضو الشكل ده 2 نوتة على هيئة فراشة اهو، واربع اقلام على 5 ريال، 75 هللة اهو، شكلهم حلو، ادي من الخلف وادي من الامام، وحتى النوتة جواها فيها ملون يعني. هنا اقلام فلوماستر، الاقلام الفلوماستر دي على كام؟ ريالين. على كام؟ ريالين. ريالين الاقلام الفلوماستر دي يا جماعة، على ريالين الواحدة، بريالين بس القلم الواحد بس مش المجموع، القلم كده لوحده ب2 ريال. هنا دول قلمين على كام؟ على 3 ريال. دول برضو على 4 ريال، 4 أقلام وألوان مختلفة ونوتة للملاحظات. هنا المجموعة دي بكام يا أبو علي؟ كام قلم؟ 12؟ 12 قلم اهو، مكتوب القلم الذكي، قلم جاف على 5 ريال، 75 هلة. وهنا 5 ريال، 75 هلة، مشابك للورق والالوانات والوانات. انا بديكم فكرة ايه الجديد. الله ما شاء الله، دي قلم رصاص وباشكال ايه عشان الاطفال الصغيرة، وبراية ده مع حياة دي ولا ايه؟ اهي 12 قلم برضو ما شاء الله ومحاية ب5 ريال، 75 هلل، تخفيضات العائلة، متوفر منه ألوان. ده ينفع للأولادي اهو، لونه لبني، والبنك ده للبنات اهو، 12 قلم ومعهم محاية وأستيكة قصدي وبراية ب5 ريال، 75 هلل اهو. دول برضو 12 قلم رصاص شو، حاجات مكتوب عليها السعر وحاجات لا. دول بكام يا اخويا؟ دول بكام؟ 3 ريال يا جماعه، 12 قلم ب3 ريال اهو، قلم رصاص ده ب3 ريال، 45 هلله، ودول ب3 ريال، 3 ريال 45 هلله، ال 12 قلم ما شاء الله عشان الاطفال تكتب وتبر وتقصف زي ما هي عايزه. ايه دول ب5 ريال، 75 هلة، مع حيات مع براية مع أقلام ورصاص، كلهم مبريين وجاهزين ما شاء الله. أنا عندي بنتي ما شاء الله بتبري القلم بتخلصه في الثواني، مش من الكتابة، من اللي بتفضل تبري فيه وتقصف فيه، ربنا يهديها منه. أوه. آلة حاسبة ب11 ريال ونص، ومعاها دبابيس ومعاها دباسة، حلو برضو. ودي
ايه؟ ده دي لزقة جروح، لزقة جروح برضو اهي ب11 ريال وكم؟ ب15 ريال لزقة جروح على الكعب. وفي لزقة جروح اهي 16 واحدة ب9 ريال بالمرة، طالما موجودين جنبيهم عشان يعوروا ايدهم يروحوا لازقين على طول ورجليهم. هبلنا صح اهو. ودول دول بكام؟ هذا ب5 ريال. ده لم تلوين دول برضو؟ هذا لم سبوره. سبوره ما شاء الله، لم سبوره ايه على 5 ريال، 4 لم ايه؟ لم سبوره حلوين. هذا ب4 ريال. والشكل ده ب4 ريال، إيه لم سبوره برضو. قريبا قريبا بنسوي عروضات لجميع انواع المكتبات الاشكال يعني إيه، على دول ولا على كلهم؟ على اشياء. وان شاء الله يا جماعه ده قبل المدارس ولا بعد المدارس؟ لا يعني كل يوم يعمل عروض ان شاء الله. وان شاء الله يا جماعه بيقول اهو كل يوم هيعملوا عروض على الادوات المكتبيه والمدرسيه عشان الاطفال تفرح كده. فرش الوان ميه على 3 ريال اهي. دول حروف تعليميه مغناطيسه اهي على كام؟ على 5 ريال. الحروف دي على 5 ريال ما شاء الله، حروف تعليميه عشان تشجع الاطفال كده على التعليم. هما لسه بيرصوا ما شاء الله، بس انا قلت اديكم فكره كده يا رب تستفادوا يعني ان شاء الله. ده كل ورق تجليد، كفر تقليد تجليد اهو، كل ده بتاع الكتب بتجليد الكتب اهي. دي كراسات رسم اهي، اشكال حلوه اهي عشان تشجع البنات على الرسم اهي، على 8 ريال 76 هلل. دي كلها كراسات رسم، كراسات تلوين اهي رسم، دي معاها الوان شكلها حلو. البنت الكورية اهي، كل دول كلهم دول على 10 ريال، دول برضو كراسات رسم. هذا من ريالين، دول من ريالين ما شاء الله، البنت الكورية من ريالين. دي بكام؟ 5 ريال عرض الأشياء الرخيصة ما شاء الله. ب3 ريال كراسة رسم، ب3 ريال اهي ما شاء الله، وتلون تلون وترسم ما شاء الله. ودي بكام دي للأولاد دي؟ 5 ريال. ماجنجر اهو، دي على 5 ريال ما شاء الله. دي أحرف تعليمية، دي حروف إنجليزي اهي، على كام دي؟ على ريالين. على ريالين ما شاء الله، مكتوب لون وتعلم الأرقام الإنجليزية، مش حروف دي أرقام بس، شجر وقرود ونجوم وقلوب. اهو في أشكال كتيرة، وفواكه كمثرى اهي، فراشة، بنتي بتحب الفراشة والجزر، حلو. كله ده يا جماعة تخفيضات العائلة اهو، حاجات جديدة. وكل عام وحضراتكم بخير، بمناسبة العام الهجري الجديد والعودة للمدرسة. الله شكلها حلو، دي برضو كله كراسات رسم، والورق بتاعها فخم كده وجميل. 5 ريال، 4 ريال، 4. اشكال برايات يا جماعه ما شاء الله، التلاتة على 5 ريال 75 هلله، تشجع الاطفال برضو. وهنا دي برايه اشكال اهي برضو على 5 ريال 75 هلله
ده جديد يعني، اشكال جديده من البرايه. 5.75 ريال هلله. حلوه البرايه دي برضو، كانها لعبه، لعبه وبرايه في نفس الوقت، على 5.75 ريال هلله. بتلف كده دباسه، هي منها ادوات مكتبيه وادوات مدرسيه. دباسه بجوده عاليه على 17.25 ريال. دي علبه محيات او استيكا يعني ب8 ريال. ما شاء الله فيها عدد كبير، شكلها فيها 12 حبة، 20 واحدة فيها 20 حبة. دي علبة دي فيها 20 حبة ب8 ريال. ما شاء الله ما شاء الله. ده الصمغ الشفاف اهو على 2 ريال، 2 ريال ومعرفش 75 هلل ولا 74 هلل، 3 ريال الا ربع. خرامة ورق ب3 ريال و29 هللة. ما شاء الله. أدوات هندسية ب5.75 ريال. ورق ملون ممكن أعرف إيه دي؟ إيه دي يا أبو علي؟ شوفي هذه تقيلة ورق ولا إيه؟ تنحط كده؟ أيوه. ولا بتحطي اشياء؟ جيب الاوراق، جيب اوراق من هنا. ايوه عشان تقيله يعني ما توقعش. اي خليني اشوف لك. ما هو مكبر ب5 ريال، مكبر ب5 ريال. ما شاء الله. ده اغلى من الساعه. ده تباشير؟ ايوه تباشير اهو يا جماعه ب5.75 ريال. نعم الساعه جنب. نعم مساحة هاي ومعاه مساحة للصبورة. ده تباشير ابيض والتباشير ملون ومعاه ايه؟ شوفي هذه حاجة قوية. اسمها ايه كنا مسمينها؟ يا رب اعوذ بالله. شوفي صوري لها هنا البشاورة دي، بشاورة سفنج. ايوه ايش تعمل الاوراق؟ نوتات بشكل أيوة. مرتب، حاجة حلو. قوية حديدة. شوف الخامة أيوة. كيف؟ صح. تحمل معي هذا الشكل. ودي ب4 ريال. طب دي ايه برضه؟ دي برضه الشكل الثاني. ايوه ما شاء الله. حمل معك اشياء اوراق قبل. اهو 4 ريال المجموعة دي، 4 ريال. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد والعودة للمدارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.